مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نناقش فيها أبعاد الإعلان رسميا عن أول إصابة بكورونا في اليمن. قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ علي الوليدي إن فرق الترصد الوبائي اتخذت الإجراءات اللازمة مع أول حالة بالإصابة بفيروس كورونا المسجلة في حضرموت. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة عتق بشبوة أنه تم افتتاح 37 مركز عزل وجرى تزويدها بالمعدات اللازمة، مشيرا إلى وصول 60 جهاز تنفس اصطناعي تم توزيعها على المحافظات. من جهته قال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني إنه تم عزل المريض وأقربائه، كما وجه أيضا الأجهزة العسكرية والأمنية ومكاتب الصحة ومدراء المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأكد على فرض حظر التجوال في المديريات الشرقية من الساعة 8 صباحا اليوم الجمعة وحتى صباح يوم غد السبت، كما وجه بفرض حظر التجوال في كافة المديريات من 6 مساء حتى 6 صباحا بصورة دائمة، مع استمرار إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات. كما أصدر مكتب الأوقاف في محافظة حضرموت قرارا بإغلاق المساجد بشكل كلي. حالة إذن من قلق تسري في أنحاء الجمهورية خوفا من أي انفجار وبائي محتمل نتيجة التعتيم الذي تفرضه ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، لكن السؤال يكمن في مدى قدرة السلطات الصحية في عموم المحافظات على السيطرة على الوضع ومحاصرة الوباء. نتابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. بعد حالة جدل استمرت أسابيع حول وجود حالات لكورونا من عدمها في اليمن، أعلنت اليوم اللجنة الوطنية للطوارئ رسمياً عن التأكد من حالة إصابة بالفيروس في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت. تم تسجيل أول حالة إصابة فيروس كوفيد 19 في بلادنا في ساحل حضرموت لمواطن يمني في العقد السادس من العمر، وهو يتلقى العناية والرعاية الصحية في أحد مراكز العزل في محافظة حضرموت الساحل. عاش الرأي العام ولا يزال حالة قلق شعبي يترقب ظهور أي حالة محتملة، خصوصا في المواطنين العائدين من الخارج والذين تم التعامل معهم بشكل يتناقض تماما مع مبادئ العزل الصحي على منافذ المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، الأمر الذي دفع بعض المواطنين الموقوفين في نقاط التفتيش التابعة للميليشيا إلى خيار الدخول إلى مناطقهم عبر وسطاء محليين قاموا بتهريبهم. فرض الحوثيون إجراءات بدت في أغلبها ارتجالية تفتقر لشروط الحجر المتعارف عليها عالميا، وظل الأمر رهن التحفظ والتعتيم بل والقمع أحيانا، مع أي مصادر تتحدث عن احتمال وجود حالات مشتبهة بإصابتها في مناطق سيطرة الشرعية. بدا الأمر أكثر جدية في إطار ما تسمح به الإمكانات، حيث اتخذت سلطات محافظة حضرموت على سبيل المثال جملة من الإجراءات الأمنية والصحية، لعل أهمها توجيه محافظ حضرموت للأجهزة الأمنية والعسكرية ومكاتب الصحة ومدراء المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع ومنع أي احتمالات لتفشي فيروس كورونا. في هذه الظروف تبرز التساؤلات عن القدرة الحقيقية للسلطات الصحية في عموم المحافظات على السيطرة على الوضع ومحاصرة الوباء من أي انتشار، لا سيما في حالة الانقسام السياسي التي تعقد من إجراءات التنسيق لمواجهة العدو البيولوجي المشترك. ونبدأ نقاشنا، ينضم إلينا من الصين تحديدا من مدينة إيو الدكتور عمار البعداني. دكتور أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني كيف ترى التأخر حتى الآن لإعلان أول حالة إصابة في اليمن؟ لا أتحدث من ناحية سلبية، إنما هل حقيقة هذه أول حالة أم أن التعتيم وحالة الحرب التي تسود اليمن أجلت هذا الإعلان أو أخرت إلى هذا التوقيت؟ نعم، حقيقة أننا كنا سعيدين حقيقة بتأخر الإعلان عن وجود حالات مؤكدة في اليمن، بناء على أن ربما حركة التنقل ليست كبيرة وليست هنالك
منافذ مفتوحة، ولكن إلى جانب ذلك هناك أيضا احتجاج بأننا لم نقم بالتشفي عن أو الفحص لكل المستلزمين، وبالتالي هذا التأخر جاء حتى اليوم. وفي الحقيقة نحن أيضا كنا نتحدث مرارا وتكرارا عن لماذا منافذنا ليست منضبطة فيما يتعلق بعودة بعض اليمنيين أو أسرهم من الخارج في هذه الفترة الحساسة. يبدو أن هذه الحالة التي لابد وأن هنالك خلل ما كان قد حصل في المنفذ الأقرب أو ربما مناطق أخرى هي التي أدت إلى هذه العدوى. إذا نحن نتحدث عن أننا في اليمن هنالك احتمالات أيضا لوجود إصابات أخرى، نحن لم نكتشفها بعد، ولكن سنتحدث وسنتوقف فقط الآن عند هذه الحالة المؤكدة. هذه الحالة المؤكدة هل هنالك ترصد لكل المخالطين، وهل هنالك معلومات كافية عن هؤلاء وأين هم وكيف نعزلهم، هل هنالك إجراءات نتخذها الآن لضبط المنافذ بطريقة. إذن دكتور كيف لنا أن نتأكد من كل هذه الأسئلة والاستفسارات التي طرحتها الآن؟ هذه مسؤولية السلطات ومسؤولية أيضا العاملين في فرق التجارة، هي مسؤولية المسؤولين الأمنيين في المنافذ، وهي مسؤولية وزارة الصحة سواء كنا نتحدث عن صنعاء أو عدن، مسؤولية مشتركة، كل يعمل في الجانب الذي يتحمله. إذا لابد أيضا من الكشف عن كل المخالفين لهذه الإصابة المصداقية أيضا وإعطاء المعلومات الكافية أيضا من المواطنين. نريد أيضا أن نؤكد على ذلك بأن هذا المرض والإصابة به ليست عيبا، وإخفاؤها سيؤدي إلى عواقب وخيمة تؤدي إلى انتشار العدوى بين كل الأقارب والأصدقاء والمجتمع. إذا الإبداء بالمعلومات الكافية أيضا هو مسؤولية الأفراد. حاليا لديك حالة وهنالك الحديث عن اللجنة العليا لمجابهة أو لمواجهة كورونا كانت قد أعلنت أنها قد قامت بالإجراءات اللازمة. هنالك أيضا فرض لحالة الطوارئ، دعوة الناس أيضا إلى البقاء في منازلهم لمنع تفشي أو ظهور حالات نعم دكتور لم نصل إليها من المخالطين. ابقى معي. أيضا منع الدخول والخروج من المدينة. نعم دكتور عمار ابقى معي. ينضم إلينا من تعز تيسير السامعي نائب مدير التثقيف الصحي بالمحافظة. سيد تيسير أهلا بك. أهلا وسهلا أخي، حياك الله وتحية طيبة طيبة لك. هل ترى أن التوعية المتواجدة حاليا في اليمن في مختلف مناطقها ترقى لمستوى الحدث؟ أولا بداية بصراحة اليوم كان يوم مؤسف أن يتم الإعلان عن أول حالة مؤكدة في اليمن. نحن طبعا كنا سعداء جدا بعدم تسجيل أي حالة، وكنا يعني على وشك أننا نعلن أننا تجاوزنا دائرة الخطر، لكن للأسف الشديد ظهرت اليوم أول حالة وفي محافظة حضرموت. وهذا بصراحة كان بصراحة أنا أعتقد بأنه كان يعني خبر محزن لكل اليمنيين. أخي بالنسبة لسؤالك حول التوعية، طبعا هناك جهود كبيرة بذلت بصراحة وما زالت تبذل حول قضية التوعية، لكن يبدو أنه كان هناك نوع من الاستهتار من قبل بعض المواطنين. طبعا ربما عدم تسجيل أي حالة ربما جعل الكثير من المواطنين يعتقدون أنهم في مأمن من هذا الوباء، لكن يبدو أن الأمور ستتغير الآن بعد إعلان عن أول حالة. يبدو أن حالة الاستهتار ربما ولا مبالاة عند البعض سوف تقل، وسنرى أيضا استجابة لفرق التوعية التي تقوم بجهود كبيرة من أجل يعني إيصال الرسالة الصحية للناس يعني. لكن إن شاء الله تعالى نحن نرى أنه نتمنى أنه أن تكون هذه الحالة الأولى والأخيرة إن شاء الله، وأن يتم يعني احتواء هذه الحالة وعدم يعني تمكنها من نشر الفيروس إلى أشخاص آخرين. نحن على ثقة كبيرة بأن السلطات زملائنا في محافظة حضرموت بأنهم عند مستوى المسؤولية، وإن شاء الله تعالى يعني سيتمكنون من السيطرة على هذه الحالة
عدم تمكنها من نشر الوباء الى اشخاص اخرين. فان شاء الله تعالى باذن الله باذن الله تعالى ستكون الحاله ان شاء الله تكون الحاله الاولى والاخيره باذن الله. سيد تيسير، وانت يعني تبدي اسفك لما جرى في حضرموت، هل التاهب في تعز يعني نستطيع القول بان الوضع هناك مطمئن ولن ناسف مره اخرى لوجود حالات هناك؟ والله نحن في محافظة تعز نحن في حالة استنفار قصوى يعني لصراحة، يعني من قيادة السلطة المحلية إلى مكتب الصحة والسكان إلى القطاع الصحي بشكل عام، منظمة المجتمع المدني، كلنا يعني كل الناس في حالة استنفار، وهناك جهود تبذل يعني بشكل كبير جدا لا يستطيع أن يعني أحد أن ينكرها. صحيح أن الإمكانيات صحيحة وبسيطة، وخاصة في والقطاع الصحي، يعني أنت تعرف القطاع الصحي في اليمن يعني قطاع يعني هو كان قطاع يعني لا يرتقى المستوى للمستوى، وجاءت الحرب ودمرت ما كان موجود واصبح إذن يعني على تجاه هذا الاستنفار من قبل الجهات الصحيه وضعف الامكانات، هل هناك تفاعل من قبل المواطنين مع هذه الاجراءات؟ للامانه انا حسب ما الاحظه من خلال عملي طبعا بالتثقيف الصحي او عملي كصحفي مراقب للوضع، أرى أن هناك يعني استنفار، يعني أنا مثلا هناك عشرات أو تقول مئات المبادرات الشبابية التي الآن يعني التي تم إنشاؤها سواء على مستوى الحارات أو على مستوى المديريات في المدينة تعمل من أجل توعية الناس بهذا الوباء. هناك أيضا مشاركة فاعلة من قبل القطاع الخاص وأيضا من قبل أيضا المجتمع المدني، الأحزاب، كل الناس متفاعلين، يعني كل الناس الآن يشعروا بأن كورونا أصبحت قضيته وأصبح خطر يهدد الجميع. لكن أنا أقول أنه لكن لا 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 هناك مشكلة تظل مشكلة، هي مشكلة أنه المنافذ يجب أننا أولا أن يتم إغلاقها بشكل جيد، لأنه هناك أخبار تأتينا وبلاغات عن قضايا تهريب، أن هناك بعض الأشخاص يتم تهريبهم من دول الجبال، ايضا يعني اشخاص يتم تهريبهم من دول القرن الافريقي. طبعا نحن تصلنا بلاغات في مكتب الصحه والسكان ونتعامل مع هذه البلاغات بجديه، وايضا قد قمنا يعني يعني وهناك تعاون من رجال الامن الذين في حاله ما اذا وصلنا بلاغ بشخص يعني اجاء من الخارج عن طريق نقوم ببلاغ، والحمد لله كل الحالات اللي تم الابلاغ عليها تم عمل الفحص اللازم لهم وتم وطلعوا ان شاء الله كانت النتائج طيبة. نعم سيد السامعين لا يحملون أي ابقى معي ابقى معي، أعود للدكتور عمار البعداني من الصين. دكتور، يعني ما الذي تحتاجه اليمن حتى نقول اليمن أصبحت جاهزة ومستعدة للمواجهة؟ ما الذي تحتاجه اليمن لتكون جاهزة؟ تحتاج إلى أن يتحمل كل طرف منا مسؤوليته. المنظومة الصحية بلا شك يعني ممكن أننا نمتلك منظومة صحية مبتدئة ضعيفة واستعمالات شحيحة، وبالتالي من الصعب أن نقول بأننا جاهزون. الدول العظمى والمنظومات الصحية المتطورة لن تستطيع مواجهة هذا الوباء. إذا الجاهزية لدينا هي في منع الانتشار، نحاول أن لا نسمح بدخول إصابات جديدة من الخارج عبر المنافذ، عبر التهريب، عبر أي وسيلة كانت. الجهات المختصة يجب أن تضبط هذه الأمور. أما الإصابة التي قد سجلت إذن هنالك مخالفين بلا شك، والحديث عن أنه لن تكون هنالك إصابات هو حديث في إطار التمني، وبالتأكيد في الأيام القادمة سيتم الكشف عن إصابات كانت قد احتكت أو من ضمن المخالفين، ونتمنى أن لا تكون هذه الدائرة واسعة وأن تكون ضمن إجراءات العزل التي اتخذتها اللجنة العليا وفرق الاستجابة هنالك في مدينة شهر. هنالك أيضا إجراءات في منع أيضا حركة التنقل الكبيرة من هذه المدينة إلى المدن الأخرى المجاورة. يجب أن نراقب الوضع وأن نأخذ الأسبوعين القادمين على محمل الجد. فترة الحضانة هي أسبوعان، في هذين الأسبوعين علينا أن نتخذ كل الإجراءات الصارمة، هو دعوة الناس للبقاء في المنازل هي لانتظار ظهور أي أعراض على الناس وهم في منازلهم ولا يشرون العدوى لغيرهم. الناس أيضا يجب أن يتجاوبوا بناء على نشرنا للوعي، يجب أن يتجاوبوا أيضا عندما تظهر عليهم الأعراض، عليهم أن يعزلوا أنفسهم عن الآخرين، أن يتصلوا بفرق الاستجابة والأقسام المخصصة لذلك وهي التي ستقوم ب
بإحضارهم أو أخذهم إلى المكان المخصص للتعامل مع الحالات. إذن هي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمناسب ثم الاستجابة السريعة ووزارة الصحة، وهي مسؤولية الإداريين في المدن أيضا، وفي الأخير هي أيضا مسؤولية الفرد والمجتمع. إذن دكتور، كما نعلم أنت كنت ولا زلت مقيم في الصين، وقد مرت هذه الجائحة من هناك وما زالت مستمرة في جميع دول العالم وفي الصين أيضا، أجمل لنا ما الذي يجب على الشخص كإجراءات شخصية أن يعتمدها حتى يقي نفسه قدر الإمكان من الإصابة بهذا الفيروس؟ نعم، الخصوصية التي تميز اليمن حقيقة عن الدول الأخرى والمجتمعات الأخرى هي شكل الإمكانات وضعف الإمكانات، سواء الإمكانات الصحية أو حتى الإمكانات الاقتصادية. إذا تحدثنا عن الوسيلة البدائية لمقاومة ومكافحة هذا الوباء هي البقاء في المنزل. إذا استطعنا أن نبتعد عن المخالطة واعتبار معظم الناس مصابين، نبتعد عنهم بشكل كامل، نحاول أن نبقى في المنازل، نبتعد عن الازدحام، نبتعد عن أي مناسبات. هذه أول الخطوات، التباعد والسلاسل البشريه وقطعها، هذا هو اهم الخطوات، هي اهم الخطوات التي نتحدث عنها، وهي الخطوه الفعاله والبدائيه. الخطوه الثانيه وهي رفع من مستوى المناعه والانتاجيه الفرديه في حال ظهرت اي اختلالات مرضيه سواء كانت كورونا او غيرها. ثالثا الحفاظ على النظافه الشخصيه في المنازل او ان اضطررنا للخروج، النظافه الشخصيه ايضا غسل اليد باستمرار وبالماء والصابون في حال الخروج، ايضا الالتزام في الاماكن العامه بتغطيه الوجه والانف والفم، نتحدث بشكل خاص لانها وسيله ناجعه اثبتت نجاحها في كثير من الدول. نعم دكتور، دكتور كسؤال او حتى في كسؤال أخير لك دكتور، يعني هل من أدوية أصبحت يعني شبه معتمدة لتخفف أعراض هذا المرض عندما يصاب الشخص بهذا الفيروس؟ حتى الآن عالميا ومنظمة الصحة العالمية لم تنشر عن وجود أي دواء فعال، هنالك فقط مراكز. نعم السؤال هنا لتخفيف الأعراض وغيرها من الدول. نعم نعم، أنا أتحدث أولا عن أننا يجب أن نتأكد من التشخيص، وبالتالي إذا ظهرت لي أعراض اعتلالات تنفسية ولم أكن مخالطا لمصابين ولم أأتي من منطقة موضوعة، افترض أول خطوة أن أبقى في المنزل وآخذ قسطا من الراحة وأتعامل معها كأنها اعتلال تنفسي عادي، لأنه ليس لدي أي مخالطة. إذا سأخذ الراحة، سأخذ خافضا للحرارة، إذا ارتفعت الحرارة سأخذ الغذاء المتواجد، أحاول أن أعتزل أيضا الآخرين وأرتدي كمامات أو أي أغطية ولو قماشية حتى لا أعدي الآخرين. وإذا تطورت الحالة وما زالت تتطور وأنا في المنزل إلى مدة أكثر من 3 أيام وهي تسوء وتتجه باتجاه الحمى العالية والاشتعال الجاف أو الألم السام أو الإنهاك، في هذه الحالة علي أن أتواصل مع الفرق الطبية وأخبرهم بحالتي التي لم تتحسن وتتجه نحو التدهور، وهم سيأتون لإجراء فحص الخلب النووي لاستبعاد وجود هذه العدوى أو تأكيدها. إذا ليست أي اعتلالات تنفسية تعني وليس واجبي كمواطن أن أذهب بنفسي إلى المستشفيات للبحث عن هذا الفحص، هنالك فرق استجابة، ولا نريد أيضا أن نقوم بأي اتصالات لهذه الفرق غير مسؤولة، اتصالات بسيطة للاستعلان فقط عن حالة الصحية، هذا ممكن ولكن لا ينبغي أن نخلط أو نخلط الأمور وأن نتصل اليوم في كل جلسة وواردة وندعوهم للقدوم فقط لأننا نشك لمجرد الشك بأن لدينا بعض الأعراض التنفسية. أشكرك دكتور عمار البعداني الطبيب اليمني المقيم في الصين، شكرا جزيلا لك. وأعود إليك سيد تيسير السامعي. سيد تيسير، هل من خطة تم وضعها أو تم وضعها لمجابهة هذا الوباء لا سمح الله إذا وصل إلى بقية المحافظات، أم أن الوقت ما زال مبكرا؟ لا، بالنسبة للخطة، الخطة قد وضعت، هناك خطة، لا شك أن هناك خطة وهناك جهود تبذل، يعني طبعا سواء نحن هنا في مكتب الصحة والسكان أو على مستوى الوزارة، يعني لا يمكن
هذا الوباء يعني بدأ الإعداد ووضع الخطط لمواجهته منذ وقت مبكر، يعني أعتقد منذ شهرين. وكما قلت لك ذكرت لك أن الناس هنا على أهبة الاستعداد يعني، ولكن رغم أن الإمكانيات شحيحة لكن هناك جهود تبذل يعني جهود كبيرة جدا. ونحن طبعا كنا سعداء جدا لأنه لم يسجل أي حالة، وكنا يعني بدأ الناس يشعروا أن احنا قد تجاوزنا الخطر. لكن ظهور حالة هذا اليوم كان صراحة مؤسف جدا ربما، وهذا يعني لكن كما ذكرت لك أنه إن شاء الله تعالى نحن على ثقة بزملائنا في حضرموت أنهم سيتمكنون إن شاء الله من احتواء هذا الوضع، وإن شاء الله لن يكون هناك انتشار للوباء إن شاء الله. هناك تعالى. هناك أيضا نعم هناك أيضا يعني أنباء عن وصول 60 جهاز تنفس اصطناعي لليمن وتم توزيعها للمحافظات، نتحدث عن 60 جهاز و 28 مليون مواطن يمني داخل اليمن. إذا تفشل الوباء لا سمح الله، كيف سيتم مواجهة هذا الوباء ب60 جهاز؟ طبعا هذا الجهاز يعني هذا العدد قليل جدا، يعني لا يأتي حتى بنسبة بسيطة من في حالة تفشل الوباء. طبعا نحن هنا في مكتب الصحة والسكان يعني حاولنا أننا نجد الحلول، يعني أيضا نحن قمنا بعمل إعلان لكل المهندسين العاملين في مجال الأجهزة الطبية من أجل لدينا أجهزة معطلة ويعني من أجل أن يقوموا بإصلاحها، وكان هناك تفاعل كبير جدا من قبل المهندسين الذين جاءوا وقاموا بإصلاح بعض الأجهزة التي قد كانت سالفة ومن أجل استخدامها في حالة ما إذا كانت هناك جائحة بإذن الله. طبعا الامكانيات نحن نعترف ان امكانياتنا شحيحه يعني، لكن كما قلت لك نحن نعتمد بالدرجه الاولى على الكادر البشري، ونعتمد انه الوعي المجتمع سيساعدنا كثير ان شاء الله تعالى. هناك حاله ربما من لطف الله سبحانه وتعالى، من لطف الله سبحانه وتعالى بالشعب اليمني انه اخر اكتشاف اي حاله لهذا الفتره. اذا انتم تعتمدون على الكادر البشري والتعويل على الكادر البشري، هل تلقى هذا الكادر التدريب اللازم لمواجهه هذا الوباء؟ نعم هناك دورات قيمت للكادر البشري من اجل عدد الاطباء والممرضين بكيفيه التعامل مع الحالات، جهود بذلت لا باس. ايضا كان لكن نحن ايضا عمليه التوعيه هنا جهود كبيره تبذل في مجال التوعيه، تقوم بها المبادرات الشبابيه التوعيه التي الان اعتقد انها انتشرت هنا في تعز في معظم يعني في معظم احياء المدينه والمديريات ايضا، فهناك جهود كبيره تبذل لتوعيه الناس، والناس ربما كان هناك حاله من الاستهتار عند البعض نتيجة أنه كل يوم نلاحظ أن اليمن لا تزال خالية فكذا، لكن أعتقد أنه الآن بعد ظهور أول حالة سيكون هناك حالة. نعم سيد تيسير، وربما الناس سيشعرون بالمسؤولية إن شاء الله. نعم سيد تيسير ابقى معي، وينضم إلينا سيد رياض الجريري أو الدكتور مدير مكتب الصحة بحضرموت. سيد رياض أهلا بك. سيد رياض الجريري معنا، يعني حدثنا ما الذي جرى أو ما الذي اتخذتموه بعد استقبال هذا الخبر وأنتم في حضرموت؟ أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، شكرا على هذه الاستضافة. طبعا نحن من ليلة أمس من الساعة 6 مساء يوم أمس نتابع الحالة، واستكملنا إجراءات الحالة من خلال الفحوصات وفرق الاستجابة السريعة وجمع المخالطين وتسجيلهم والتعامل معهم، ثم سلمنا السلطات الصحية ولجنة الطوارئ العليا على مستوى الجمهورية البلاغات وسلمناهم كل بيانات الحالة من أجل إعلان هذه الحالة، وتم إعلان الحالة من خلال المؤتمر الصحفي عصر يومنا هذا. طبعا هناك عدة إجراءات تمت من قبلنا في السلطات الصحية في المحافظة، أنا أحدثكم الآن وأنا لسه داخل لمدينة المكلا بعد أن كنا في نزول مع أخواننا في الأمن وأخواننا في صندوق النظافة ومجموعة من الكوادر الصحية، نزلنا إلى مستشفى الشهر دعم وإسناد لأخواننا الأطباء الكادر التخصصي والكادر التمريضي في مستشفى الشهر العام، وأيضا مع فرق الاستجابة السريعة الذين يواصلون الليل بالنهار من ليلة أمس وهم يتعاملون مع الحالات المخالطة التي يصلوا لها ويوصلوا لها رسالة وعية وتثقيفية، وأيضا حصرهم وحجرهم منزليا والتعامل معهم بحيث أنها لا تظهر أي حالات جديدة. إذا ما الذي اتخذتموه لأجل يعني الحد من انتشار هذا الفيروس وإيقاف الانتشار سواء من الجانب الصحي أو من الجانب الأمني أو المتخصص في المنافذ؟ طبعا نحن إجراءاتنا الأولى من خلال حصر
المخالطين، وعندما يتم حصر المخالطين والتعرف عليهم يتم النزول لهم والتعامل معهم بطريقة علمية سليمة من خلال الحجر المنزلي أو إعطائهم بعض الإرشادات، وأيضا التواصل معهم يوميا خلال فترة الحضانة من ثالث يوم من الاختلاط مع الشخص المصاب إلى 14 يوم. من جانب الإجراءات الاحترازية الأخرى، السلطات المحلية بالمحافظة مثل مثلا بالأخ اللي هو ركن فريسة المي البحتري محافظة حضرموت اتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، كانت أهمها حظر التجوال في مديرية الشحر والمديريات الشرقية، وأيضا منع التجمعات في مدينة المكلا، وأيضا بدأ حظر تجوال هذا المساء في مدينة المكلا من السادسة مساء إلى السادسة صباحا وفي كل مديريات حضرموت عموما. هذه الإجراءات ومنع دخول المنافذ إجراءات احترازية كبيرة جدا تجري من قبل السلطات المحلية، والسلطات الصحية تقوم بواجبها في الميدان. نعم، إذن هل تم التأكد من بقية المخالطين لهذا المريض من خلوهم من هذا الفيروس؟ لما يتم الآن التعامل مع كل المخالطين، وأغلب المخالطين الذين وصلنا لهم حتى الآن لا توجد عليهم علامات وأعراض، لكنهم لمدة 14 يوم اللي يجب أن نكون حريصين ويجب أن يلتزموا في بيوتهم وعدم مخالطتهم لأي أحد، وهذه إجراءات حريصين عليها نحن بشكل كبير جدا مع السلطات المحلية في مديريات شرقية جميعا، بحيث أن المخالطين نحصرهم بحيث أن لا يحدث انتشار أو لا يحدث حالات لا سمح الله في بعض المخالطين. بالنسبة للإمكانات صحيا في اليمن، هل تجدها كافية لمواجهة هذا الوباء، وهل هناك خطة بديلة لزيادة عدد الأجهزة التنفس الاصطناعي، ونحن نرى أنها 60 جهاز وزعت على المحافظات؟ طبعا هذا الفيروس لم تقف أمامه أنظمة صحية كبيرة على مستوى العالم، من أفضل الأنظمة الصحية لم تقف أمام هذا الفيروس، ما بالك باليمن الذي نخرته الحروب والمشاكل في الفترات السابقة. نحن جزء من هذا جزء من العالم الثالث الذي أصيب في كل ونخر فيه المرض ونخرت فيه السياسة أن كانت بقصد أو بغير قصد في تدمير بنية التحتية. النظام الصحي في اليمن لا يستطيع أن يوقف أمام هذا الفيروس إلا إذا كان هناك تدخلات، والستين جهاز الذي تتحدث عنه والذي سلم لكل محافظات الجمهورية والذي حصد حضرموت منه 4 أجهزة تنفس اصطناعي لن تفي بالغرض ولن تقدم خدمة إطلاقا ولن يستفيد منها كثير من الناس. فكل الجهات الدولية والتي تشحت باسم اليمن يجب عليها أن تراعي هذه الظروف وتحترم الإنسانية وتقدم ما يلزم في هذه الظروف الصعبة. نعم، إذن أشكرك دكتور رياض الجريري مدير مكتب الصحة في حضرموت، كنت معنا في هذه الحلقة، كما أشكرك السيد تيسير السامعي نائب مدير التثقيف الصحي بالمحافظة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام في نهاية حلقتنا لهذا اليوم من زوايا الحدث، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.